حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أهلا بحضراتكم من جديد. يسعدنا ويشرفنا أن احنا نستضيف الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار لنستكمل حديثنا عن ما دار في الندوة التثقيفية 34 وما تضمنته من رسائل أنا شايفها كانت محاضرة استراتيجية مبسطة من السيد رئيس الجمهورية. منور 60 دقيقة ومنور إكسترا نيوز يا دكتور أسامة. أشكرك أستاذ أحمد، كتر خيرك. قبل الفاصل اتكلمت على الجدران الثلاثة اللي الرئيس أشار إليهم النهاردة، اللي هم بيبقوا مفتاح أي هزيمة ومفتاح أي انتصار، ولازم يبقوا مغلفين بالوحدة الوطنية وأن الكل يبقى على قلب رجل واحد. واستدعى هنا الرئيس مشهد 9 يونيو إن الشعب لما نزل كانت بداية هزيمة الهزيمة. قبل أي حاجة، شايف مدى الربط ما بين روح أكتوبر 73 وروح يونيو 2013 اللي رايحة ناحية العبور الجديد إزاي؟ صحيح، لا الحقيقة الربط واضح جدا وعلى أكتر من مستوى. لو إحنا بنتكلم على المصلحة الوطنية، فالمصلحة الوطنية تحققت في الاتنين. البوصلة الوطنية كانت هي الاتجاه، هي اللي حددت اتجاه التحرك في الاتنين. أكتوبر 73 هي كانت خلاصة الجينات الحضارية لهذا الشعب اللي بيرفض الهزيمة، اللي بيرفض الاستسلام، جينات الوعي الدائمة اليقظة اللي بتنتفض في لحظات ما يتصور أعدائنا أن هي لحظات الضعف والهزيمة، تفاجأ بأنه هذا العملاق، هذا المارد بيقوم في لحظة ويغير كل الحسابات مرة واحدة. ده حصل في أكتوبر 73، كل الحسابات اللي بتقول ان مصر مش هتقدر تمحو الهزيمة، مش هتقدر تقاتل، مش هتقدر تنتصر لوحدها، خسائر وتقديرات الخسائر كبيرة جدا، مصر تغير كل هذه الحسابات في لحظة. في يونيو 2013 نفس الفكرة، سيطرة فصيل يعني يتمتع بكل المظاهر المسيئة وللأسف الشديد خلاصة التجارب الإرهابية والمتطرفة والفاشية اللي في كل الجماعات المتطرفة يسيطر على البلد. جايب لك معايا هدية. جايب لك معايا هدية. ايه بقى؟ بمناسبة الخسائر اللي تكبدها العدو في أول 5 أيام من المعركة. جميل. الهدية دي بقى إيه؟ تقديرات البنتاغون يوم 11 أكتوبر 73. بتقول إيه بقى؟ بتقول يا سيدي إن خسائر إسرائيل في الأيام 5 الأولى من المعارك في توقيت إعداد التقرير وصل ل 110 طيارة، 400 دبابة، دي تقديرات البنتاغون، 400 دبابة، بص بقى الخسائر البشرية، 3000 قتيل في أول 5 أيام، 1000 أسير، منهم 43 طيار، 15000 جريح. والتقرير بيختم ان الخطر الاكبر كان ايه؟ الصدمة. صحيح. العصبية. ايوه بالظبط، لسه التي تقود الى نهاية نظرية الامن الاسرائيلي. يعني تقديرات البنتاغون بعد 5 أيام الحرب انتهت، ان الحرب انتهت صالح مصر. صحيح صحيح، ولولا التدخل الامريكي فعلا على فكرة، ودي وثائق موجودة في العالم، إسرائيل فكرت في البديل النووي،
لأنها شعرت أن وجودها كله في خطر. الهزيمة السريعة والغير متوقعة والغير متصورة، لا الحقيقة كانت صدمة نفسية. أنا أعتقد أنه في تقارير بتقول أن كتير من قادة إسرائيل وكتير من الجنود اللي رجعوا من الجبهة ظلوا يتعرضوا لعلاج نفسي لفترة طويلة بعد سنوات الحرب. وبالتالي أنا أعتقد أنه علما بأن احنا عملنا الأسرة بمنتهى التحضر، بمنتهى التحضر، ورجعوا بجمال قسطور. ودي كانت على فكرة من الحاجات المهمة جدا نفسيا في الحرب النفسية اللي كانت موجودة. وأنا أعتقد أن الرئيس السادات بنفسه تدخل في هذا الأمر ووافق على العودة أو المقترح اللي كان موجود، لأن دي حرب نفسية ودلالة مهمة جدا. وأعتقد أن هم وعوها في إسرائيل وفهموا الرسالة كويس قوي، أنه هذا المشهد هو المشهد الختامي. أعتقد عايز أرجع بس للسؤال بتاعك المهم، الربط ما بين 73 أو يونيو أكتوبر 73 و 30 يونيو 2013، الربط ما بينهم 73 و 37 بالضبط، يعني وسبحان الله ده القرار وده القرار يعني، وهنا القرار 73 37. وعايز كمان أتكلم على الالتفاف الشعبي. المسألة دي الحاضنة الشعبية، ما فيش دولة تقدر تنتصر بدون جبهة داخلية قوية. صحيح انك ممكن تكون عسكريا في موقف جيد او موقف سيء، لكن لو معاك جبهه داخليه قويه تقدر تقلب الموازين طبعا. قرار الشعب المصري بعدم الاستسلام للهزيمه انتصار للوعي. ده 9 يونيو، 9 يونيو، لانه في النهايه هو ده اللي غير المسار. مصر كانت ممكن تواجه سيناريوهات هجومه وفي عز الهزيمه وقائد البلد بيعترف بالهزيمه وبيتنحى، والدوله والشعب يقول له لا هتكمل المعركة. أنا أعتقد أن هي دي الروح المعنوية، هذه الروح المعنوية في موازين القوة الشاملة للدولة أنا أعتقد أنها بتفرق كتير. على سيرة الروح المعنوية، في بدايات حكم الرئيس السيسي لو تفتكر أول مشروع قومي نلتف حواليه كان قناة السويس الجديدة. مظبوط مظبوط. في تصريحات الرئيس لما اتكلم عن قناة السويس الجديدة كان بيتكلم في فكرة أن الهدف أيضا من المشروع هو الروح المعنوية للشعب المصري. انت اتكلمت استراتيجي دلوقتي صح، في فكرة ان انت عايز تجهز مجتمع وامة لمرحلة اعادة بناء صح. فانا بنتشله مزبوط. من الاحباط وبرتفع بالروح المعنوية. طيب الزمن اختلف، انت كان المؤثرات على الجبهة الداخلية وقتها ايه؟ محدودة. راديو اذاعات اجنبية بالظبط موجهة، شوية جرايد اجنبي. انت النهاردة في معركة على مدار الساعة، الناس حست براحة نفسية شوية لما السوشيال ميديا تعطلت. بالضبط، عايز اقولك ان دي حاجة مهمة، بس خلاص يبقى جزء من العالم بتاعك. طيب بالزبط. انت دلوقتي بتتكلم على الوعي، وبنقول ان الوعي خلاص بقى في اولويات القضايا الوطنية، هي المعركة الاساسية. الادوات، الادوات لا كتير. اولا الارادة السياسية والادراك والقراءة الصحيحة لطبيعة التحديات وطبيعة الادوات اللي بتستخدم ضدك. صحيح ان انت في بعد بدايات تولي الرئيس السيسي، وعايز اتكلم على قناة السويس الجديدة، فعلا هي مش مجرد مشروع اقتصادي، هي ايقونة حقيقية لاعادة الاحساس بالامل، اعادة ثقة المصريين في انفسهم، إعادة قدرتهم. إحنا نقدر، نقدر ونثق في أنفسنا إن إحنا نعيد طاقة البناء والتعمير بعد طاقة الإحباط والطاقة السلبية اللي تم تصديرها على مدى سنوات، إنه فقدنا ثقتنا في أنفسنا. أنا أعتقد إن كان ده التحدي والحمد لله نجحنا فيه، ومن بعدها ما رجعناش ورا. صحيح، وده المهم. النهاردة الأدوات أشار برضو للنقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، إن فكرة التنمية ما ينفعش تقف. لا طبعا، القطار انطلق خلاص، ما ينفعش تقف. وملهاش حد كده، خلاص بنتراجع. بالظبط كده، وملهاش يعني ما تقدرش تقول انا وصلت للذروه، لا ده كل ما تصل الى مرحله بتفتح لك افاق اكبر. وبالتالي النهارده الكلام مثلا عن سينا، انا اعتقد انه الرئيس ما كانش يقدر يقول ان مش بس احنا هنعوض اهل سينا عن سنوات التهميش والتجاهل، لا ده احنا هنتجاوز السنوات دي وهننمي سينا وكانها بتتنمى من 30 سنه. طيب. اعتقد ما كانش يقدر يقول ده الا هو واثق في قدراته، واثق في قدرات الدوله، واثق في قدرات الشعب. والرؤيه حاضره طبعا. حديث النهارده عن سينا ونربطه بحديث الرئيس ايضا عن سينا يوم افتتاح محطه معالجه المياه في بحر البقر، اكبر محطه معالجه في العالم. طيب، وشفنا يومها العرض اللي قدمه السيد رئيس الوزراء ووزير الري وما الى ذلك. ازاي نبدا ندفع بالشباب يلا نروح
اشتغل في سينا، يلا نروح نعمل مشروعات في سينا. ازاي نبدا نعمل ده؟ طيب خليني بس اقول لك الاول انه برضو من الرسائل المهمه سؤالك الاول، الربط ما بين اكتوبر ويونيو. المهم انه سينا ما زالت هي ساحه المعركه. طبعا سينا ما زالت هي المكان الاساسي للمواجهه الحقيقيه ما بين الاراده المصريه الصلبه وما بين اهل الشر اللي عاوزين يقتنصوا. ده ما يعمل الفراعنه وهتستمر، هي الدرع الشرقي، هي الحاميه، هي البوابه، وبالتالي اي خطر بيجي لك واي تصدي كمان بتبداه من سينا، فبالتالي دي مساله مهمه جدا. انا رايي انه مشروع التنميه الحقيقي اللي موجود في سينا النهارده مختلف عن اي حاجه سمعناها قبل كده. ليه؟ لانه بيتعامل بمنتهى الحرفيه. ليه؟ لانه كنا بنسمع زمان عن مشروع تعمير سينا مجرد شعار، لكن النهارده انت بتحول مشروع او تعمير سينا الى واقع، فرصه جاذبه حقيقيه للشاب انه يروح ويعيش، انه يلاقي مسكن، انه يلاقي مدرسه لاولاده، انه يلاقي مصنع يشتغل فيه، انه يلاقي مشروعات حواليه. المساله مش هاخدك وارميك في الصحراء يعني اشحنك بمشاعر وطنيه وخلاص، لا، ده انا بقدم لك فرصه حياه حقيقيه. مش بس كمان بقول لك روح الاول وبعدين هنجيب لك التنميه لحد عندك، لا، ده احنا عملنا التنميه وبقول لك اتفضل، الارض بقت ممهده وجاهزه لاستقبالك، هتروح هتلاقي الطريق، هتقدر توصل ما بين الوادي وما بين سينا في دقائق معدوده، هتقدر الخامات بتاعتك تكون موجوده، ادوات الانتاج متوفره، فرص العمل متوفره، المدارس، المساكن، كل شيء متوفر. فبالتالي انت لما هتروح النهارده هتلاقي حياه حقيقيه على الارض، فبالتالي ما عندكش مبرر انك تتراجع. انا اتصور انه اعداد كبيره جدا لما هتشوف التنميه الحقيقيه اللي موجوده النهارده في سينا هي هتبقى جاذبه بمفردها، مش بس جاذبة لفرص العمل، جاذبة للاستثمارات الخارجية، جاذبة للاستثمارات من رأس مال الوطني، جاذبة للحياة. الناس اللي اختنقت من الدلتا والوادي وتراجع بعض الأماكن مبقاش فيها مساحات الزراعة الكافية في الدلتا القديمة، أعتقد أن عندنا فرصة للخروج إلى المساحة، هذه المساحة الرحبة. سينا بتساوي يعني عايز أقول لك يعني 66 ألف كيلو متر مربع، إحنا بنتكلم مثلا عن 63 يعني 61 بنتكلم على ثلاث اضعاف دول مجتمعه، لبنان، اسرائيل، قطر. انت بتتكلم على الثلاث دول دول اضربهم في اثنين، بتتكلم على مساحه من شاسعه، امكانيات مهمه جدا، امكانيات، موارد اقتصاديه، موارد سياحيه، موجود على بحرين، امتلاك لموارد استراتيجيه موجوده في اماكن مش موجوده في العالم كله، مزارات سياحيه، امكانيات للتعدين، امكانيات للصناعه، للزراعه. انت بتتكلم على دوله ممكن يعني او مكان يساهم في بناء دول. سينا دي منجم لمن يستطيع ان يستغله. عشان كده كان كده عشان كده كان بدايه معركه تعمير سينا وربط سينا بالوادي، مشروع بالوادي اللي اتعمل، وده لازم لان ما كانش ينفع تسيبها معزوله. خلينا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل عايز اسالك على، بما انك ابن مؤسسه اخبار اليوم، شفت تكريم اسم الاستاذ جمال الغيطاني ازاي؟ فاصل ونرجع نكمل حوار. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنكمل حوارنا مع الاستاذ الدكتور اسامه السعيد نائب رئيس تحرير الاخبار. قبل الفاصل كنت بقول لك بقى، بما انك اصلا بقى ابن مؤسسه اخبار اليوم، شفت النهارده تكريم اسم الاستاذ جمال الغيطاني ازاي؟ المقاتل بالقلم. صحيح. يعني خليني اقول لك الاول ان انا بشكرك لانك اشرت يعني في المقدمه وفي بدايه البرنامج لانه هذا التكريم ليس لشخص وقيمه الاستاذ جمال الغيطاني وهو يستحق الحقيقه طبعا. ولكن هو تكريم للصحافه المصريه في شخص الاستاذ جمال الغيطاني، لانه فعلا اذا كنا بنتكلم على سلاح الوعي وعلى معركه الوعي، فكان من الصعب ان النهارده في هذا المشهد الجميل اللي شفناه الصحافه ما تحضرش، ما تكونش موجوده، ولانه ده ضلع مهم من اضلاع المعركه. النهارده انت بتتكلم على سلاح للتنميه وللوعي وللبناء القدرات اسمه سلاح الاعلام،
وانت لسه كنا بنتكلم على انه المجال العام اتسع، الساحة المعركة اتسعت، ادوات المعركة اختلفت، ومنها الاعلام. الاعلام النهاردة اللي كان موجود في 1973 غيره اللي موجود النهاردة، ولكن الرسالة واحدة والتحدي واحد. فالنهاردة الحقيقة شخص الأستاذ جمال الغيطاني وروح الأستاذ جمال الغيطاني وهي موجودة النهاردة مثلا في ابنه الكريم الأستاذ محمد الغيطاني، المستشار محمد الغيطاني، أعتقد أن دي كانت رسالة لكل صاحب قلم وكل صاحب منبر إعلامي، أنه أنت عليك مسؤولية أن هؤلاء الناس بأدواتهم المحدودة اللي كانت موجودة وقتها أدوا رسالتهم الوطنية. رسائل جمال الغيطاني وكتاباته، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. صحيح. فالحقيقة هذه الرسائل وما كان يكتب في الصحافة المصرية، الحقيقة كان عندنا كتيبة من المحررين العسكريين، بمناسبة بقى يعني ما يكتب من الصحافة المصرية، كان يكتب يعني في الصحافة المصرية، أنا جايب لك برضو هدية تانية. جميل. افتتاحية روزا اليوسف بعد العبور بقلم الأستاذ الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. عظيم، كاتب رائع. تمام. المقال ده من 48 سنة. أول باراجراف في المقال شوفوا كده وهتشوف الجزئية اللي سيادة الرئيس كان بيتكلم فيها على الحالة اللي حصلت في المجتمع وفقدان الثقة. بصوا استاذ عبد الرحمن الشرقاوي بقى بيقول ايه. بدأ المقال بيقول: ما من شيء يضيء النفس بالعزة ويملأ القلب بالكبرياء مثل الانتصار. إنه عزاء عادل يكافئ به الإنسان، يكافئ به الإنسان عن صموده في سنوات الظلم والقهر. لقد ظلت مصر تعد ليوم الخلاص في صمت وإصرار وإيمان مطمئن، وتحملت شماتة الحمقى وطغيان اللئام وسخرية الأندال. ومرت علينا ظروف حالكة نكسنا فيها الرأس تحت وطأة الهزيمة، وجلى الجباهنا العار، وخيم يأس داج الظلمات، وانهالت علينا حملات التشكيك تشكك في كل شيء حتى في معاني الكلمات، وحتى في قيمة ما نملك من إيمان وجدوى ما نحمل من سلاح. الله الله. لا دي كانت حالة البلد بالظبط. وشوف كمان التجسيد الأدبي، لانه خلي بالك انت اذا ضربت مثالين بالاستاذ جمال الغيطاني ودباء دباء عظام وكبار في الروايه وفي المسرح، يعني صاحب الحسين سائرا والحسين شهيدا، انا اعتقد انه صاحب الكلمه، الكلمه قصيده الكلمه طبعا. وبالتالي انا اعتقد انه هؤلاء الاقلام الوطنيه، هذه الاقلام الوطنيه سخرت امكانياتها قدراتها مواهبها لخدمه قضيه بلدها. هذه المقالات هي يعني مصابيح لبناء الوعي للتنوير. حقيقي المواطن المصري كان محتاج لهذه هذا الدعم، هذه الدفعة المعنوية. بنقرأ الكلام بعد 48 سنة ومازال صالح للقراءة وللتطبيق وللفهم إلى الآن، ورسائل موجودة 100 سنة قدام وسيظل. حكايات الغريب اللي كتبها الأستاذ جمال الغيطاني وتحول جزء منها إلى الفيلم اللي احنا شفناه عن أكتوبر، أنا أعتقد أنه هذه الروايات وهذه الأعمال ستظل خالدة أبدا. عشان كده عايز أقول لحضرتك حاجة كمان يا دكتور أسامة، عشان كده دايما لما حد بيقعد يتكلم على مسألة الصحافة الورقية وكان كله بلخصها بمنتهى البساطة، أن الصحافة الورقية هي توثيق ليوميات الإنسانية، وتاريخ مصر مش هيحفظه لينك ولا هاشتاج ولا ترند ولا سيرفر. صحيح. بيحفظه ايه؟ اللوح المحفوظ. صح. واحنا مرتبطين اصلا يعني الكتب المقدسة والكتاب وثقافة القراءة انا اعتقد انها مرتبطة. المهم طبعا المشكلة مش في الوسيط، المشكلة كمان في المحتوى. محتوى يظل خالد الى اليوم. شوف انت بتدور على مقال للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي النهاردة، كتب كنا بنتكلم عن الوطني بتطبع، بنتكلم في الفاصل على المصريين والحرب. مظبوط. اليوميات اللي كتبها في المعركه، الرسائل اللي كان بيكتبها، لا كمان الكتابه الانسانيه عن الحاله النفسيه للجنود، عن بطولات الجنود البسطاء، الفلاحين اللي موجودين على خط الجبهه اللي بيبهروا العالم، الجندي المصري اللي كان قاده اسرائيل بيسخروا انه ما بيقدرش يقرا عدادات الدبابه، هم نفسهم اعترفوا بالهزيمه امام هذا الجندي الفلاح البسيط اللي طالع من طين الارض دي بيحمل احدث الاسلحه ويعني ويوصل
يوصل او يعني يعمل جحيم كامل للدبابات الامريكيه الاحدث في العالم وقتها، يعمل معركه الدبابات ومذبحه الدبابات الامريكيه. الفلاح المصري الجندي البسيط اللي شايل الار بي جي واللي شايل الصواريخ المحموله على الكتف يوصل او يصلي الدبابات الاسرائيليه جحيم حقيقي على ارض سيناء. ده الفلاح اللي كانوا بيسخروا منه، يقول لك ما بيعرفش يقرا عدادات الدبابه. لما تقرا مذكرات قاده الحرب الاسرائيليين وهم بيقولوا انه الجيش المصري لم يعد هو ذلك الجيش الذي واجهناه في 67، الامور تغيرت. النهارده الفلاح المصري ابن المواطن البسيط، ابن المزارع المصري، ابن الصانع المصري، ابن العامل المصري من اقوى 10 جيوش في العالم. وصلنا للدقيقة 60 وللأسف بينتهي معنا حوارنا. دكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير الأخبار، بشكرك على هذا الحوار، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وبلدنا بخير، كل سنة وحضراتكم بخير وبلدنا بخير. وعلى مدار أكتوبر مستمرين في ملفات الحرب والسلام في 60 دقيقة. دمتم برعاية الله.